السلام عليكم ورحمة الله، مش رأيكم الإخوة الكرام؟ نتمنى تكونوا بخير وعافية. بدون إطالة هدخل لكم ديريكتومون في المثال اللي عطيتكم اليوم ليوضح لكم كيفاش ديروا لي زوريونطاسيون تاع انيزوميتريك وتلياليزيوها في الصح. بون باش يكونوا في الصورة سيتو لي تيوتير، باش نحطكم مليح مليح في الصورة وماذا بكم شغل كي نعطيك المثال هذا راح يعاونكم بزاف باش تليبيري ليماجيناسيون ديالك، باش انت تقدر ترياليزي ليكزامبل هذا. يعني راهو سامبل، ما بديتش بواحد كومبليكي. اون اتوندون ندير لكم محاضرة اخرين في فيديوهات اخرين ان شاء الله. نبداو بالاعلى بركة الله. كما راكم تشوفوا هنا في ليكزامبل هذا راهو سامبل، ما فيه حتى اورينتاسيون. بون ما نقولوش ما فيه حتى اورينتاسيون، ما فيهش حاجة اون بايونات. يعني المقصود من كلام تاعي هنا في الصورة هذه راكم تشوفوا درك المكعب هذاك، راني وضحته لكم بالدمه باللون الاحمر هذا. هذا هو المكعب كما درت لكم. يعني وجهة النظر تاعي راح تكون من هنا من زاوية اعلى، وتكون بزاوية ب 45 درجة باش يبينوا لك الاوجه تاعنا. هاكم تشوفوا باللي الشكل تاعنا، يعني المكعب هذا هو راح يمثل لك الاتجاهات في الحقيقه، ولكن زاويه النظر تاعي فقط هي لي جايه طالعه ب 45 درجه وعلى جنب، باش نقدروا نشوفوا الثلاث اوجه اللي هي الجانبي والامامي والعلوي. الامور راهي مضحه حتى لهنا. اكتشوف بلي المكعب هذا ممكن، يعني كما راك تشوف لي حتى الان راه وضح لك شويه الصوره. شوف طبق المثال على كما بدينا. بعد نبداو على اليمين، راك تشوف بلي الان من الان حتى للدو راهو موازي لست. يعني كي تقارن من الفوق راك تشوف اتجاه النورث تاعي، راح تجيب لك من هنايا ديريكتومون الويست تاعي. ناك راك شوف الويست كيفاه يقابل. من بعد مدو حتى للتروا راك تشوف فيه هابط، راهو موازي لليفاسيون. نفس الشيء بالنسبه للنورث، راهو موازي بعد للنورث تاعي وعاود يطلع من هنا لك. هذا هو المثال تاعنا الحقيقي. يعني دوك انت مع نفسك كي تحب تجيب السلك وتحب تابليكي هاد الامورات، شوف الصورة الثالثة اللي وضحتها لكم واش تلقاو. تلقى راني نحيت لكم البقايا تاع الكوب وخليت لكم فقط ماذا ينطبق على لي زوريونطاسيون تاعي. راك تشوف طبعا بعد كي نبداو نشوفو هنا من اليمين، راك تشوف بلي بقى لك الاحمر من اليمين، راك تشوف منطبق وزيد يهبط يزيد يطلع كيما هكذا، راهو مطابق تماما للدروينغ تاعي. يعني المثال هذا راهو بسيط جدا. ممكن مع نفسكم تحاولوا تطبقوا القاعدة هذه. هاي معليش اغلط مرة زوج ثلاثة، ليسونسيال انت يهز البرنسيب وابليكيه على ليكزامبل هذا ولا اي اكزامبل واحد اخر. المهم في الاخير لازم انت كومبيوتر ولا كوم انجينيور، ما يهمش. المهم تكون في الدومين هذا وتكون تعرف كيفاه دير لي زوريونطاسيون تاعك وكيفاه تحققهم على التيرا. ودائما يعني لو انكم ما عندكمش هذا، راه سبق وحكيت مع جماعه في كل نقطه ابليكي الاتجاهات تاعي. كاين ايطوال لو تشوفوها اللي هي ما نقولكش ايطوال، وانما الاتجاهات تاعي في كل نقطة، خاصة هنا سمعنا كي نحكي لكم هنا على الليكود وين ابليكي، وتما شوف كيفاه دير الاتجاه تاعك. راح يكون الاتجاه تاعك راهو مطابق على اتجاه من الاتجاهات الستة المعروفة اللي هي نورث سود، نورث ساوث، ولا است ويست، ولا اليفيشن بالاليفيشن بالفوق ولا لتحت. هادو من النقاط اللي يسهلوا لك العمليه ويبسطوها لك ان شاء الله. في الاخر بون قبل ما نختم، راح بربي ان شاء الله راح نعطيكم دي زيكزامبل اخلاف
اللي يكون فيهم لي زاشور اشور واحده دي زاشور، وان شاء الله راح تستفادوا ان شاء الله، وبربي ان شاء الله يعني راح نسخر كل مجهوداتي لهنا باش تتعلموا. واي تساؤل عندكم يعني هو ناكد على النقطه هذه، اطرحوا لي سؤال ولا تترددوا، ونحن هنا بعون الله ان شاء الله راح نجاوبكم، وبالتوفيق ان شاء الله. ما تنساوش الاعجاب بالقناه والضغط على زر التفعيل باش يوصلكم جديد ان شاء الله، والسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.